الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام أول بشنا وقت لغاو العالمين أولا من تطلق عبارة بشيا كي وللعباد لا والله تعالى خالق بأفعال العباد كلها من الكفر والإيمان زدوايا أمان أوي إن توضيح لذات أوي همو فعل كان دوایی که بشر کس فکر به اراده خدای و به حکم و قضیه و تقدیر خدای و هی کلها به ارادته و مشیته و حکمه و قضیته و تقدیره زمان معنا نکرد و هی یعنی ای افعال العباد فعل کان عبدان لطفات سوی قدرت خدای خارج نینا همویان حاصل ببن به اراده و مشیت خدای يعني اگر بشر ترجيح دا خدا ترجيح دا توجيه إلى دوم الشيئة بسمعنا قد سبق أنهما عندنا عبارة عن معنى واحد بحقيقة وبيش كوتك إلى دوم الشيئة لكن ما كما أهل حقين عبارة لبريد معنى واحد كصفته كدرين دويدا تقتري تخصيص أحد المقدورين في الوقوع في أحد الأوقات أو أبني بلد أولا أو إلى ذلك عبارة لبري صفتك كترجع اشتفية دادرية يارد عمل عبد الله تهدير إلى عبد الله وهم فعل كان بحكم خداش يعني بخلق خدانا حاربوين يارد حكم غنج زور معنائها بالبرا ملا فعدير دادرين لا يبعد أن يكون ذلك إشارة إلى خطاب التكويني دورنية أو حكمه إشارة به دير دا إشارة به بخطاب التكويني يعني خداون قانوني وايا ويعني عادتي وايا وقت إلاده اشتيشي كر بويك بوجودي بياني دوك كن فيكون بضع طب منظوري أوي يعني أو فعلان عبدان بإلاده خداي دبن وبخلق خداش حكم يعني كي دوك كن خطابي دا قولك أي شون خطابي ده قولك خطابك خطابي نجبه معناه كي ده قولك يعني كي ده رب وجود ولا يعني قدرتي من بسلة دار ضال أتول حالتي عدم ولا حالتي وجود أوايا سخوة أمل هميش أربو خطابني داري واب وتهديد داري واب وتسخير تسخير تسخير يعني إشارة ونظلا عرضناك معنى أمري معنى أمري أمر بوخوي يعني معناه شيء موضوع لوي هي وايا كما معنى موضوع لوي هي وهي دبيني مثلا تحب معنى طلبي أنزام فعلي وهي لو معناه خارج دبي بمعنى تفخيرة بمعنى توهينة وعقفنا بمعنى تعجيبة يا بمعنى أوي خلاصي كلام أصلا يا توهين دبي يا أصلا بمعنى أوي يا معنى تهديد أبو تهديد يجب أن نضغط أو شبكة تهديد هذا بمعنى تسخير ونضغط كونه قرادة خاطئة ببنباء يعني بوانش بأرزش بميموني بأرزش لأن خطابك هو تسخير كاكا يعني ده بياني ويبكا كقدرتي من كاملا مسيطرة بسرعة وموضوع قانون خداي وايا يعني خداون عادتي وذلك اجي الى دي وجود الشيء كل بيد لك كل او خطاب حكم وزر شكي بوقت موجود به حالي يعني هدفي لو ام لبيان خطابك اظهاري يعني قدرته تفلل خويتي بسر موجوده كده وقضيته وتهوى هم افعال خد يعني هم افعال العباد لحاصل ببن بقضيه خداي يعني تي وقريته البته قريه ديره ده ديره معاني زور قريه قواب معنى حكم هاتوه بمعنى علم هاتوه بمعنى اراده ازليه هاتوه يعني عنايه ازلي فلما وصل فرمي وهو عباره عن الفعل مع زياده احكام عباره لبري فعله يعني انجام داني فلما دقل زياده احكام تنظيمه يعني توابي أفعال عباد بكردني خداي دبن بلا عند غاية حكمتي دا منظوري يا ويا
عربي يعني همو همو فعل كاني عبدان خلاصي كلام حاصل دبن دي بي دي يعني وقلي يعني وقلاي يعني بخلق خداي يعني بفعل خداي بلام فعلك دقل آخرين درزي زيادة يعني حكمتي اللي سوى خدا هذا الشكل هو شينا في ذاك فأجل كاتا يا رب دباني وشيش قلائي ديره ومعنى دكات نوصل قلائك الأشعريان بمعنى إرادي أذنيي خدايا كمتعلقة بالأشياء على ما هي عليه لما لا يزالو عبارة الأبريوي و ليره واي معنى دكات شن أجر واي معنى دكات دقل إرادي فعل بعض إرادة كذلك بيتا تكرار ويا قلائي كبمعنى إرادة أذلية يعني خدايا كمتعلقة بش يعني بأشياء تشوني دبي ببن فيما لا يزال أواي معنى لك يا أتنهر يا رب قلائي أثناء قصيفة الأبتفال بمعنى علم شاتي وقب علم شيء لدابا ودبو يعني هميا حاصل ببن بعلم خدايا يعني خدايا قبل العلم فيها أنا يعني هيك شيء الأفعال غباب لا سواك شيء وعلمي خداي خارجينا فلان شو يشيني مشروع بمتكلمين عني قلتوا لي حال مويا معنى فلاسفة عني لذنب لأني لك أبرا السؤال لك أنا لو قصيت رواه ودردك كفري بقضاي خداي بي بفعلي خداي بي اشتوى شون دبي طبعا قانون ورا رضا بقضاء واجبة رضا بقضاء واجبة ونيا اگر رضا با قضا واجب بی لازم دی رضا با کفر واجب بی چون کفر قضا یعنی نه بل خلاف دی حال اتو نالای کفر با قضای خدایا نالای کفر با قضای خدای با وجود دی ونیا تخو رضا با قضا واجب با قضا لازم دی رضا با کفر واجب بی دلار نه دلار با با کفر مقلی خو قلا نیا رضا با قلا واجب خو رضا با مقلی واجب نیا رضا بها ملكي خداي واجبا نجب بحاصلي بالمسألة لا يقرأ يقال بعنوان احتراز كتري لو كان الكفر بقلاء الله تعالى أجر قرار وابي كفر كعمل عبدية حافظي بفعل بقلاء خداي وديل وجب الرضاء به واجب بالإنسان راضي بكفر بو لأن الرضاء بالقلاء واجب رضا بقضاء واجبة حربوي تخوى اللازم باطل لازمك باطلة كلوجب الرضاء به كواجب بر يعني رضا بكفره ونأخذ لو كان الكفر بقضاء الله أخرى مقدمة لوجب الرضاء به أو ثانية حربوي واللازم باطل أو مقدمة إثناثين يعني رابع هو دروزنيا حريف فريمن ونيا دروزنيا ذا مطلب أولي دلائي لازمك بوية باطلة لأن الرلاء بالكفر كفر ثم الرلاء بالكفر كفر فرشت بات النابي مطلوب بالكفر أغا قراري جواب الكفر بقضايا خدامي وعدد بيت بيتو بيت عمدي خور جرسني أولي دلائي لا يقالوا هناك كفر بو ثم لأننا نقول ثم أمد الجواب ده أولا دلائين دلائين باب الكفر مقري لا قلاوة كفر مقري هو قلانية كفر قضايا نشتصر يخلوها عيني قضاءك نية قضاء عبارة لبري كاري خداي لبري صفة فعلية خداي كعبارة لبري فعل مع زيادة إذكار دي والرضاء الرضاء نيوكول واجب بالقلاء دون المقري خو بمقري واجب نباب لأن بقلاء واجب خرابي يا حبيبي هادي لحبيبي يعني دبي راضي بعمل خداي بلام والله رضا بمعمولك يوازن كل توالي أفعال عبادات حاصل ببن بتقدير خداي يعني خدا هر فعل شعبدات فارتويش مشخص بودان هوا مثلا جوانيا كي ناحظة كي دريجة كي قوة كي دس زمانش لابي دس مكانش لابي حاليويا أو عملا مثلا تاولك الصواب اللي مترتبة عقاب اللي مترتبة كلا أوانيا ملقوا لحظة بيها لا تقدير خدايتي عبارة لبري تحديد كل مخلوق بحده الذي يوجد عبارة لبري تعيني خداوندي يورا مخلوق همو مخلوق شي تعين دكا دومر زيدا دومر زي او تولا كدومر زيدا كلا موجود بحده الذي يوجد حاربية يعني تخصيص خدايتي كل مخلوق شي دا
دي بحد او مخلوقين او حديك بوجودي او مرضي كبوجودي فذكرت لي من حصني لجواني لنا حظي لنا فعل لذرري يا لما يحري لو شيء كوا در برجيلاندي مخلوقك يا لزمان لمكان يا لو ما هيك مترتب دبي اصلا لثر او مخلوقك لا ثواب لا عقاب يعني ها مو وشانه بتقدير خدانا يعني خداوه كل الاواني بدر فاجر كل فعلك هيك المخالف ديني ودبيت قبيح خالي موافق ديني ودبيت حسن مثلا موافق ديني ودبيت نافع وخالي ودبيت مار يا حبيبي منزوري فلا سعد دوا منزوري ما مفقايد بانين شيء وهي كذو عن تر متعلم حالك أو عبارته يعني شيء وهي شيء وهي كلها بإرادته ومشيته حبيبي وحكمه وقضيته وتقديره تلو الأول مقصود دواني شونا منزوري أو متنه أويا دي هو تعميم إرادة الله وقدرته إرادة خدا وقدرة خدا تعميم كاب وتواوي أفعال عباد يعني هيدي لما خارجنا بو لما مرة نبرنا دليل كراب لا كأما بعض من أن الكل بخلق الله كتواوي مخلوق كان هميا بخلق خدانا حالبوي دخو قانون جوايا وهو خلقش يستدعي القدرة والإرادة تقاضي قدرة إرادة لك تقاضي ويدك كخدايك قادر بيت خدايك مريد بيت بو تحبو تقاضي يعني إرادة وقدرة لك لعدم الإكراه والإجبار بالنسبة إلى الله تعالى شو الإكراه وإجبار وجودي بالنسبة إلى خدايك وكذا تعرف وضيلة خدايك أبويد رحبه إلى عليك باشا لير سؤالك اللي ركن دوان اگر به ایلاد و قدرت خدای بیه جواب کرده کافر چون شینه کفر کی به خلق و به قدرت و به ایلاد خدای فر لازم دید مجبور بده کفر کویدن بو چون هیچ قدرتی نمیده وقتی اون خدا دیگه وقتی کفر و فسق مرادی خدای بن و قول خلاف مرادی خدای محاله جواب تکلیف جلیه به خلافی او مرادی تکلیف به من طاق توتي تابوية بلا فإن قيل أجب كتري لوجي أطراب دواء خو وقتك عمل عبد متفرع بلا إلى دولة قدرة خداي فيكون الكافر مزبورا بكفر كافر كافر مزبور دا بلا كفر كيلا شون إلى دولة قدرة خداي بلا كفر كيلا دواء والفاسق في فسقه فاسق دا فسق كي خدا مزبور دا بلا حرم بي أدي وقتك مجبور بوه شنو بخلق خدانا اجواب فلا يصح تكليفهما بالايمان والطاعه فر اجواب عقلا زائل مية تكليف لكافر ولا فاسق كيف الايمان والطاعه بوتي مثلا شنو لازم ده تكليف ما لا يطاق هناك يتو بخلاف علم الاله خدای بزرگه امیش دلایه دوام لاف دوام جواب قبوله كفر فسق كان مرادی خداینا بلان کنجه دوائی بای برشار حالی بجان یعنی به اختیاری خوی نبیل ابتدا و ابتدا و تاشینی نکردو خدا دوائی بای برشار تصمیمی قطعی بزرسنوی که کافر به خدا جلاده کنفقی نبیل قلنا به جواب دادارین این الله تعالی اراد منهم الكفر والفسق با اختیاری ما با حقیقت خداوندی فروردگار إلى ذكر دولة كافر فاسقي كفر وفسقي إلى ذكر دولة أما بها مجاردني وان وخوان عليها مجاردو لا خدر إلى ذلك فصلا جبر زبر نيا جبر ويهي أما اختياري عن نبي هاتوي اختياري لغورة دا نبي مثلا دولة فكريب كما كما أنه تعالى نبي وخداون دي علم منهم الكفر والمتقين علمي فيدا كردوة لا ترف كافر فاسقكي علمي لو أن بدأ كلوبة تيبا كفر فسقي وان أنا كفر فسقي كبا إخيار لو أن حصل من يعني خداوان حالدة فكي من أو أن علمي هيا بوك أو إنسانا بإخياري خويدتي كفر فسقي إخيار لك أبرا شديد كذا حالي من هل وكو علمي هيا حالدة يعني عمي أني علمي بكفر فسقي أو دوانا هيا بإخيار يعني إلا ركش كإلا كفر وان شركات دوائي ويكا بشار حالي مشاه ولم يلزم تكليف المحال تكليف المحال إني كاتب جانوه
وفي المشهد مخي غريب يا يعني. تكليف المحال آوا دبي كخدا بيني برا دبي الكافر بي جا باش ويك إيراني كفر كي كربة توبغي أو جا برا دبي مسلماني ناكش أولا لحالي بوي أول دواء ديار أو ديار ديار سر مثلا كي كان مفتن همو بإلالي خدانا والمعتزلة أنكروا إرادة الله تعالى للشرور والقبائح معتزل إنكاري وان كردوا كخدا إرادة شرور وقبائح حتى قالوا كيانا إنه تعالى أراد من الكافر والفاسق إيمانه وطاعته لا كفره ومعصيته حاربوي دلن خداوند پروردگار لکافر فاسق اراده ایمان و تعب ایل رگر کو اراده مثلا لکافر اراده کفر نہ کر لفاسق یعنی اراده معصیت کر کو نے کہ لو او تعشبوا على الله زعما انه لبر اذ ظن بدل تبهوان وكان وا ان اراده القبيح قبيحه اراده قبيحه قبيحه وكثر خلق قبيحه قبيحه واراده قبيحه قبيحه كان عرف بلام ونحن نمنع ذلك بلام إذا منع ذكين أو إنكاريوان بل إعراض من لو إنكاريوان صحيح بنا القبيح أو المتصف ذبي بقبح كسب القبيح والاتصاف الاتصاف قبيح يعني بقبيح لعربوي نكهل كقبح ذات عندهم طبعا جواب بنا لفرقسيوان يكون أكثر ما يقع من أفعال العباد على خلاف إرادة ذلك ذبية الأكثر أواني تواقع ذبن أفعال عبدان هم بخلاف إرادة القصيح ليلة وين يدني أخوة هذا شنيع جدا أو اشتشي فوق العادة قبلها ولا يشتير هيد إرادة وقدرة خداية دانية واعتقش بالنعمة زاهر حكايتي شي دو حكايات عن نقل بكا مغزوري تأيب يقفكي خويتي كوقوع أفعال لسر خلاف في إرادة الله شنيع حكي عن عمرو بن عبيد حكايات كراول لعمري كري عبيد دوين أو كمعتزلي هو دل أنه قال أو عمري كري عبيد دل ما ألزمني أحد مثل ما ألزمني مجوسي كان معي في السفينة دل هيت كسيك أمني محكوم نكر بأندازي ويك أمني محكوم كر كابراش أو الفرز كدقل من بود كشتيدا دل سوشني أول حقي لكي من حاربو في وابو مثلا أمن باور مواي أفعال عباد نمراد خدانا نمخلوق خدانا متوجهي دابا بيام كنت قلت فقلت له لم لا تسلم قلت له بوصل مع النبي كابلا فقال لأن الله تعالى لم يريد إسلام يخدع إلى ذي إسلام يمنين كذبه فإذا أراد الله إسلام أسلم أجل خدع إلى ذي إسلام يمنين كذبه أمير المسلمان فقلت دابي بمزوشيكم قلت إن الله تعالى يريد إسلامك خدا إرادي إسلامي تودكا ولكن الشياطين لا يتركونك بلام الشياطين لكوال النعب نوا يعني أصلا تولك أو قصي معتزيلي أو جوابه فوق العادة غلط إرادي إسلامي لك الشيطان لنبي يعني شيطان أجر ما دام خدا إرادة بك الشيطان سوى دفع عند برابر يعني خدا يعني شيطان ما أصلا بسر كاري كاري دوا جا يقول لي هذا فقال المجوسي المجوسي شكتي جاء اگر خدا إرادي إسلامي من كان شيطان لكورن ابنه اوان نيلن فاز اوان دارة بقدرة لنقوا فأنا أكون مع الشريك الأغلب فاز من دقل شريك أغلب كيدا من مجال الله سأقول لك يعني أصلا دقاتي بقرة أصلا أليرا اوان وان يقول لي خدا إرادي إسلامي تودكا شيطان نالي غلطة وقتها ما دام خدا اراده کا شیطان هیچ قدرتی نیا علی چون علی را دلالا کان امن محکوم بو یعنی محکوم بو چون اما عقیده نوا اگر مراجع اما تاوده که وقتی چی ما اراده الله لا يردو بعد ان صمم العبد واختار ما اراد ان يصدر منه یه شیری که بازده که دلیه
وحكي مثلا حكايات كراوة أن القاضي عبد الجبار الهمداني كعالم شجوره دخل على صاحب ابن عباد. شو كان صاحب ابن عباد كوزيره وزير يك إلى باشا كام أجل سو تمشاكل وعنده الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي صاحب أبو إسحاق الإسرائيلي بدانش. فلما رأى الأستاذ وفي قاضي أستاذي دي قال سبحان من تنزه عن الفحشاء إباك منزه بو خدايشك لفحشاء منزه تتاو يعني أنقول كذلا خدا خالق أفعالا يعني خالق أفعال العباد أفعال العباد مراد خدا لازم دي خدا خدا متصف بي بقبائح أولا تقريبا تعمل لنا فقال الأستاذ على الفور سبحان من لا يدري في ملكه إلا ما شاء. الفورم كتي باكو منظهيب أو خدايه كذريان پيدا ناكا دمر شويدا إلا أون بك إرادة دكا يعني أو جوري أنگو ديوان لازم دي دمو كيوش تايق بي مراد خداي نبي رسلا فخداي كي بخالت شدو كاري دانا أو إثباتي بي خدرتي خواهي لگي سوش تي باتي بي جل دي اتاكا أو تأيد متنكي دكا أو ذات شيء دي كان والمعتزلة اعتقدوا معتزلي باوريا أنوايا تجل باوريا أنوايا أن الأمر يستلزم الإرادة والنهي عدم الإرادة تام باوريا أنوايا أجر خدا دستوري بشتي جدا مستلزم إرادة خدايا توجيه أجر خدا دبي كتفر بدبي أنو يعني إيمان بيرن يعني إيمانك مرادة ماذا مستلزمي يعني إلى ديبين أقف راد في البشر إيمان يعني أو برخلاف إلى دي خدايا طب نعبي طب أقواب خدايا ندي بخج السلطة طب أمر مستلزمي إلى ديا نهي مستلزمي عدم إلى ديا أوان جرال يعني إيماني كافري بمراد خدايا تتاو طبعا إيماني خدا يعني إيماني كافري مراد خدايا بلام وكفره غير مرادي جرابي أنا كفري كافري بغير مراد بلام مرادني أو مرادني شو الخدا نهي كردوا لكفري نهي مستلزمي عدم إيرادة هذا أو قانون يعني يعني أنه وضعنا هم أفعال العباد بإيرادة خدا نوانيا كفر شون بإيرادة خدا يا خدا نهي كردوا لكفري نهي مستلزمي عدم إرادة أما المستلزمي إرادة شو؟ مستلزم ديك لهذا متوجب يا دلت شو أتو دلت فعل عبد مراد خدايا أجي يك إلى فعل عبد مثلا أخذ يعني فعل عبد لدو بشام لدو بشار إثنيا يان مأمورة يا من هي دي دلت أما المستلزمي إرادة نهي المستلزمي عدم إرادة كفر أجر مرادي خداي بي شوف شو يعني شو كده خدا نهي يكذب نهي مستلزمي عدم إرادة شو شو هذا بلازم يعني إرادة يعني عدم إرادة في الأخر هناك شو ما مصادر فرمية أو قصوانية أصلا أما المستلزمي إرادة نية ونحن نعلم ده عمل يقينا وبديهية أن الشيء قد لا يكون مراد يعني واش المراد نابه ويؤمر بأمر شكل وقد يكون جاريوا مراد به وينهى عنه نيل ذكر لحكم ومصالح كي يحيط بها علم الله تعالى فقر خلال الله جاريوا مرادا طبعا نهي ذكر مرادا بخش بذي مرادا عالي بذي عالي بذي أو لأنه يا دظاني دلين برسي أو لأنه يا دلين بابا لأنه لا يسأل عما يفعله يا ضلين أما يا ضلين خداون أصلا السؤال يناكر لو شيء كذيك حالي بوي ضلين بابا أصلا أوش تقابل تقولك أوش تدروزنيا نالين لحكم ومصالحة ضلين لأنه لا يسأل عما يفعل تقول خدا سؤال يناكر كبو مثلا بوتي وعلك مثلا ضل على طرادقة بقرة دارو شاشي بديه بديني ضل أن السيد إذا أراد أن يظهر على الحاضرين عصيان عبده اگر سیدی گوره گویستی عشقرا بکالا کنوانی کوا حاضری جلسی بینا بی امری عبدکی خوی که عمد که بقصی ناکا
يأمره بالشيء تصوري في هذا ولا يريد منه يصير هذا شيء ناك لا يريد ناك أصلا فلا تصوري في هذا بريك إذا الإنسان يبقى محدود إيمان كباب من غير إذا لم نبقى أوكاري نندي وصلنا ناك بحالي بيد منتي أثناء نريد براوية كأمر مسلزمي إلى دينيها ونيا جامع مصاد وعد فرمي وقد بالآيات دل استدلال ذكر لهر مترف كان بآيات وباب التأويل مفتوح على الفريقين باب التأويل يشكرا وتولدنا هذا الفرق كان لحاليوي يعني جاءوا مثلا ديني توا أهل السنة الضلون يقول على فرمي لو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء لهداكم إن كان الله يريد أن يغويكم زاني معتزلا ما هي بس دليل أن ينهو فالعام دواء خدا أهل حق لا ما حق لا أجل أجل أجل